هل تعرف أن الكرة محرمة؟ كفر ماسا. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. Ça ne va pas te faire. 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 قولوا لا تغطي راسها مش مليحك انا صريت كده راس من راسها سديت جيت المطقه hier soir on vous a surpris dans une chambre jouer de la musique est-ce que vous savez que c'est interdit كفاكم انكم تسيئون للاسلام والمسلمين ابو جهاد كنا كان دوفا دودك التمسي ولا التويس استم اخضر ما دوفا تما على طويت انا بس انا صادت وجوات واتسن انا ورا دوفا دبتد ري هذا النس اجي لتوي كنسني فراس اجي لتوي كنسني تعمت الشيك فاين هي الرحمه واين هو العفو واين هو التوكل بعد العزم كنرحب بكم اليوم الاول فيلم اوفيسيال غادي نبروجيو فيلم عندنا هنايا في مركز نجوم سيدي مومن اليوم هذا الفيلم غادي نقدمه بشراكه مع جمعيه لقاءات متوسطيه للسينما حقوق الانسان اليوم حاضرين معنا هنايا واللي تعاونوا معنا باش يجيبوا لنا ان فيلم جديد باقي جديد مكتوب مساء الخير السلام عليكم مرحبا بكم انا فاطمه زهراء من جمعيه لقاءات المتوسطيه للسينما حقوق الانسان فدوى غيتا صوفيا وسي محمد حسين اعضاء هذه الجمعيه اللي تخدم منذ 5 سنوات الفيلم ديال اليوم سميتو تيمبوكتو للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو هذا الفيلم مازال ما خرجش في القاعات يعني حنا جبنا لكم واحد الفيلم اللي هو اون اكسكلوزيفيتي هذا الفيلم حاز على عدة جوائز وغادي يكون حتى في الأوسكار هذا العام ومشارك في عدة مهرجانات تيهضر على واحد القرية في شمال ديال مالي اللي فيها بعض صراعات ما بين مجاهدين او لا نقدروا نسميهم ارهابيين اللي جاوا واستولوا على هذه القرية واستولوا على العقول ديال الناس اللي ساكنين فيها يعني ليماج بارل بلوس كو لي ديالوغ عند عبد الرحمن سيساكو انا كنقترح نعطيوكم نتوما الكلمه تقولوا لنا شنو اللي عجبكم في الفيلم شنو اللي ما عجبكمش شنو اللي اثر الانتباه ديالكم شحال ما فهمتوهاش نقدروا نفسروها لكم دونك الفيلم عباره عن تحفه فنيه رائعه جدا لا من حيث التصوير لا من حيث الموسيقى لا من حيث الاداء هذا من حيث الفيلم كتحفه فنيه رائعه جدا بالنسبه للموضوع كنعتبر بان المخرج استعمل الرمز بشكل كبير الغزال في بدايه الفيلم وفي نهايه الفيلم تجري فرارا من شيء ما من صوت الرصاص او من القتل في اتجاه الحريه وفي اتجاه البقاء بزاف ديال الحوايج تعرفتني كمغربي عربي مسلم امازيغي دوريجين
الحقوق اللغوية، كيف تأتي على قوم وتفرض لغتك عليهم، شيء صعب جدا. بالنسبة لكاين بزاف الحوايج اللي يمكن لي بغينا نبقاو نناقشوا فيها، ما غاديش يقدنا واحد نبقاو حتى السيمانة الجاية وحنا كنناقشوا في الفيلم هذا بلي ديطاي ديالو بالجزئيات ديالو. كنكتفي بهذه المسألة هذه، واللي نأكد عليه هو أن الفيلم بالنسبة لينا حنا في المنطقة ديال سيدي مؤمن، أنا كنعتبر راسي ولد المنطقة، لحقاش 20 عام كنخدم هنايا، وخا ما ساكنش هنايا ولكن كنخدم هنا بزاف 20 سنة هذه ومندمج مزيان، وكنعتبر بأن كنشكركم بعدا باش ما ننساش نسيت هاد القضية، كنشكركم جزيل الشكر، وكنتمنى أنها تبقى يتكرر بشكل مستمر. هو أن الفيلم جا في الزمان المناسب وفي المكان المناسب، العرض ديال الفيلم كنهضر على العرض ديال الفيلم، العرض ديال الفيلم جا في المكان المناسب وفي الزمان المناسب، وشكرا جزيلا. شكرا لك. كنبغي نشكر الجمعية على هاد المبادرة اللي دارت ديال الفيلم، وكنظن أن سي سوكو نجح باش يقربنا مزيان واحد الفكرة كتروج بزاف هاد السنوات الأخيرة، نقدروا نقولوا من نهاية القرن الماضي ديال صدام الحضارات، صدام الثقافات، واللي في الواجهة ديالها بين الإيديولوجية الإسلامية. ولكن اللي كنبغي نظن أن هاد الناس كتسيطر عليهم واحد الأفكار خفية مسبقة عندهم في لي زاريان بونسي ديالهم، على أن الإسلام ما هو إلا واحد الباعث أننا نفرضوا واحد القوة ديالنا بالعنف، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى واضح أن سيقول في لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فكنظن أن من هنا كيلزم علينا أننا ندير واحد قراءة جديدة للتراث الإسلامي ديالنا، ونقيوه من بزاف ديال الشوائب اللي عقات فيه من بعد مباشرة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي طراو بزاف ديال الأحداث، منها السقيفة، أحداث السقيفة، أحداث ديال موقعات الجمال اللي بداو فيها انشقاقات ما بين الصفوف الإسلامية، وبداو بزاف ديال الإيديولوجيات اللي كتخلينا أننا نقتلوا بعضياتنا باسم الإسلام ولا باسم واحد الفكرة متطرفة. Déjà pour le film, je suis venue exprès pour voir Timbuktu parce que je connaissais pas Noujoum, mais j'étais agréablement surprise de voir ce centre là à Sidi Moumen. Franchement, les gens de Sidi Moumen méritent ce centre, donc j'étais agréablement surprise et je vous dis à très bientôt pour un autre film parce que là il faut que je le refasse. Donc pour le film, en gros, je veux dire que j'ai bien aimé le film. Donc c'était riche en émotions, j'ai bzaf l'ihaat et tout le film, mais quand même j'étais déçue parce que il a pas montré les vraies motivations de ces gens-là, l'idée de l'islam, alors que eux ils ont d'autres buts derrière. Voilà, merci à vous. Merci.